أزمة البابا شنودة، أولا هنبص على الهيئة. هو مثال، بصي دايما لبسه منمق طبعا، الصلبان والصولجان أو اللي هو بيبقى صولجان اللي في إيديه، التاج يعني، يمكن كل لبسه تحس إن هو مثال. مثال لرجل الدين، مثال للبابا. قدر يوصل عن طريق دروس كل يوم 4 في الكاتدرائية إنه يبسط الدين بخفة دمه، كاريزمته في روح الدعابة وخفة الظل اللي عنده، انه وصل ان هو يهزر ويضحك والناس تقعد تضحك في الكنيسة وبدون ما يفقد هيبته او شكله او مركزه او كهنوته. طبعا يمكن من ضمن الحاجات ان هو كان صعيدي وبيقول نكت عن الصعايدة او بيتقبل النكت عن الصعايدة. يمكن في احدى المرات احد الصعايدة سألوه، قالوا له هو احنا هنبعث الصعايدة برضو؟ فراح ضاحك وقال له لا، ان شاء الله ربنا هيكون صلحكم قبل ما تموت. ومرة تانية هو صعيدي هو ده الحنكة بقى، والحنكة اللي هو الذكاء بتاعه انه يبسط كل حاجة. زي بيقول في برضو عندهم في احدى الدروس بيقول انك ما تبصش على حد وهو بياكل، ما تبصش في اكله وهو بياكل. فبيقول مش نيجي هنا نلاقي الستات انت ما اكلتش من الصنف ده وده وده، معنى كده انك بصلهم في اللقمه. بصي الصوره دي، انا بجد الصوره دي من اجمل الصور يعني اللي شفتها، وعملت لها شير حتى عندي. هو في حنيه جامده جدا ورحمه جامده جدا وفن يعني صوره يمكن انسانيه. كلمت النهارده احد اصدقائه المقربين قال لي بس حذاري لما بيغضب من لغه جسده. بيتكلم تقي شر الحليمة إذا غضب جدا، بيقول لي صوته بيبقى واطي بس في نظرة زي الأسد، كأن أسد قاعد قدامك يبص له اللي هو زغرة زي ما بقى هو قالها لي كده بالظبط، هي زغرة. وما كانش بيتكسف إن هو يقطع الدرس أو